80 ريال، على 80، على 80، على 80 ريال، 80 ريال. قوم 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 قوم. تعيش القصيم هذه الأيام موجة كبيرة وانتشارا واسع لأسواق التمور في المنطقة، واللي تغذي كل المناطق في المملكة العربية السعودية. لعل الأبرز في كرنفال التمور بمدينة بريدة حناجر الدلالين اللي لا تقف أصواتهم طوال الموسم، والكل له طريقته وأسلوبه في التسويق للتمور. أنفتل يا عيال، هذول الطيبات الزين أذه من بغذوري يا راعي البيت يا راعي العز، لازم كلمات جديدة عشان يجيك الزبون. يعني يصير عندك أما هذول كم، هذول كم، ما حد يجيك أبد نهائي، بس لازم يصير حركة عند السيارة عشان يجي تقلب الكرات انت كب منه وتوريها الحبة، تحط له حبة تقول شوف حبة زينة. فلازم التسويق، لازم التغيير بالتسويق. توارث مهنة الدلالة واستخدام الأساليب الحديثة هي فرص وظيفية للشباب، المكاسب المادية فيها عالية. لازم تدري الصنف اللي أنت تحرج عليه هل هو حبة زينة، ولازم تدري وش السعره. كدلال لك فترة لازم تدري أن الكرتون ده خلاص حده 100 أو حده 20 أو حده 70، لازم تدري. وفتحة الباب ترى مهمة، فتحة باب اللي هو الحراج، يعني مثلا تفتح بابه ب30 وهو يسواره 150، متعب ذي فتحة الباب خطأ. يعني لازم أقل شيء لو تفتح ب90 80 عشان تنعنش البيع شوي. لم يعد تسويق كالسابق، حصل له مراحل تطور فيها التسويق. المراحل كانت، كان الأشخاص هم نفسهم مؤسسين الشركات هذه، هم نفسهم بيقومون بعمل التسويق كأشخاص فرديين. الآن تحول العمل المؤسسي، صار فيه توظيف شباب سعوديين، صار فيه آليات معينة، مهارات معينة، صارت فيه احترافية أكثر. مستقبل الاقتصاد الزراعي باهر وزاهر، حيث تعتلي المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث غزارة الإنتاج وجودة التمور. لبرنامج من السعودية، مؤيد السلوم، مدينة بريدة.